هي التاريخ والحضارة، العادات والتقاليد، هي البيبان والعقلة، وسويحل وحسي الجربي، وشواطئها الساحرة والخلابة. نشأت في القرن السادس عشر ميلادي على أنقاض إمبراطورية جكتيس البونيقية، وتعاقبت عليها كل الحضارات. نلقوها على بعد 540 كيلومتر جنوب تونس، وتتميز بمكانة جغرافية وتاريخية بارزة، وتعتبر وجهة سياحية لكل الباحثين عن الراحة والسكينة. مرحبا بكم في مدينة جرجيس. تشهد جرجيس حركة سياحية نشطة، وتعتبر واحدة من أفضل الوجهات السياحية، وقطب عنده إشعاع يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم. يوفر هالنزل للسياح أنشطة سياحية وترفيهية متنوعة، ومنتجات تلبي أذواق السياح من مختلف المستويات. بالنسبة للوتيل فيه 300 غرفة، تقي استيعاب توصل حتى ل 700 حريف. بالنسبة للحرفاء، عندنا الحرفاء التقليديين كيما تونس كاملة، اللي هم الفرنسيين، الألمان، البلجيكيين، وبعد ما تقريبا توا فما أوروبا الشرقية اللي هم بولونيا، سلوفاكيا، بلغاريا، ريبوبليك تشيك، ويعني وما ننساوش التوانسة اللي هم خاصة في الفصل الصيف يجونا. عندنا حرفاء من تونس يجونا من الشمال نظرا لجودة الخدمات اللي عندنا، وناس يلقاو راحتهم هنا. جرجيس هي مقصد للعديد من السياح الأوفياء اللي يختاروا أنهم يقضوا عطلتهم في جرجيس كتجربة فريدة وممتعة، ينعمون فيها بأفضل وسائل الراحة والاسترخاء، ويعتبروا تونس بلد مضياف وآمن. 15e fois qu'on vient ici en Tunisie, surtout ici Zarzis. On a même l'hôtel. أنا نزور جرجيس والنزل هذا منذ سنة 2015. الأجواء لهنا ياسر مزيانة، فريق التنشيط والماكلة. هنا نحسوا بالأمان والناس مضيافين برشا. هو نزل عائلي بامتياز ونحسوا فيه بالراحة برشا. أنا جيت من ألمانيا ونزور النزل هذا منذ سنة 2008. نحب برشا جرجيس والجنوب التونسي، وخاصة هالمكان. كل شيء فيها ممتاز، الإقامة، البحر، ونجم زادة نعملوا رحلات في الصحراء ونكتشفوا أماكن جديدة. بلاد مزيانة برشا والناس كرماء ومضيافين. ما تقتصرش السياحة في هالنزول على الاستمتاع بالشواطئ الجميلة، إنما تمتد إلى السياحة الاستشفائية والعلاج بالأعشاب والزيوت الطبيعية. يتميز مطعم هالنوزل بالتنوع في الأطباق، باش يلبي حاجيات كل الحرفاء حسب الجنسيات. كلمة معروفة للحريف هو الملك في النوزل، ولهنا نحن نشوفوا نوعية الحريف شنو الجنسية نتاعك. كانوا فرنساوي حضروا له الماكلة، لأنه الفرنساوي كي يجي تونسي يحب الماكلة التونسية اللي هي البريك، الكسكس، الملوخية، لي فاريونت، الكل نحضروهم له. بالنسبة للحريف الفرنساوي، بالنسبة للحريف الإنجليزي يحب الحاجة الشايحة اللي هو الإسكالوب، البومفريت، البيتزا، توسكيلي سيك، الجرياد، جريد ميكس، اسكالوب، باني، هذوما هما اللي يحبهم الحريف الانجليزي. والحريف الالماني والاوروبي بصفه عامه يحب البوم دي تير، بوم بيري،
والصوص غرايف والروتي افيك لي صوص شامبليون ولا افيك لي صوص برونش. نلقاو اطباق اوروبيه وحتى تونسيه باش يتعرف الحريف على موروثنا الغذائي. بول ستاسيون بحدانا معانا الوليدات الكليون حتى ولو انه هو ما يحبش ياخذ هذيك الحاجه هذيك ولا يشوفها حاجه حاره واحدة في شيء نمشي ونفسروها له. باغ اكزومبل نحن هاو عندنا معانا دي كليونات يحبوا يسالوا على البريك كيفاش يتعمل البريك اللي هو سبيساليتي تونسيان اللي هي معروفه بها تونس كامله سيتو بريك وطون. ينظم هالنزل برنامج تنشيطي متكامل يشمل العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والسهرات الليلية والفولكلور. بدأت الإقامات العائلية تتصدر خيارات السائح الأجنبي والتونسي، حيث تستقطب محبي الطبيعة والباحثين عن الراحة والهدوء بعيداً عن صخب النزل والمنتجعات السياحية. الإقامة هذه تأسست أو تبنيت عام 2010، تو عندها بريس 14 عام. الإقامة هذه عائلية، سي ديز أبارت أوتيل، دونك كل أبارت فيها دي شومبر كليماتيزي، صالون كليماتيزي، سال دو بان، كيتشينيت، عندنا البرا قهوة، بيتزارية، وريستورون، بيسين، عندنا زادة عندنا عشاء عندنا ليفالات، وعندنا ريستورون. تضمها الإقامة غرف كاملة ومقهى ومطعم ومسبح. طبعا هذه مشغوله جيست اكثر حاجه للراحه وللكالم وللبحر وللمسبح. يجي لهنا سايح باش الستريس تاعو كل شيء ينحي الظهر. فوالا. في منطقة المريسة بجرجيس اختار بوراوي الباجي الاستثمار في مشروع سياحي يرتكز على تثمين المقومات الطبيعية والحضارية للمنطقة ويخلق حركة سياحية مميزة. هذا مشروع منا في طور الإنجاز، من المساحة متاعها منا قرابة 9 هكتارات أرض، منا 90,000 متر مربع. احنا نخدمه بالإنتاج متاع المنطقة لهني اللي هو حوت البيبان. احنا منا في يسمى في بحيرة البيبان، احنا لا بريسكيل معناها شبه جزيرة البيبان. نخدموا بالحوت لهني اللي موجود معناها بصفة معناها منتظمة، موجود الدرغال والبوري والقاروس والوراطة البحرية، هذايا البرودوي اللي نخدموا به. يطل هالفضاء على البحر ويضم مطعم يقدم منتوجات المنطقة البحرية بالإضافة إلى خدمات سياحية متنوعة. البيسين متاع أولاد صغار حضرت، ثم قاعة أفراح زادة كيف كيف مشينا فيها خطوة كبيرة ياسر. قاعة الأفراح هذه منا أون بلانير، منا ماهيش مغطية، وبطبيعة شو اسمه حديقة حيوانات متاع الأولاد الصغار باش يجوا، موجود فيها الجمل والحصان والطاوس وحاجات كيما هكا، فهمتني؟ كيف كيف زاد باش نزيدوا نوفروا شويه
معنا لعب للصغار، فهمتني، لعب مجانا. يعتبر البحر كنز آخر المدينة جرجيس. تمتد شواطئ جرجيس على طول أكثر من 11 كيلومتر، وهي أطول كورنيش بحري بتونس. وجدنا كانت شطح السجربي اللي عرفوا أهالي جرجيس من باب التشبيه بمالديف تونس. البلاصة هذه منطقة، هي منطقة بيارج، معناها منطقة قاعدة، معناها كانت في القبل كان بحار، يعني معناها حد ما يجينا حتى حد. في وقت من الأوقات كان باش يتركز مصب نتاع فضلات هني، وقفت الناس كل الجمعيات، المجتمع المدني، الأهالي بتاع الجهة هذه كلهم وقفوا لهنا ونحوا المصب ونظفوا شط ورجعوه قبلة نتاع سياح. معناها كانت تقلبت الحكاية 180 درجة، من مصب بتاع زبلة القبلة بتاع سياح، شط ما شاء الله تشوفي في البحر والنور. يمتد ساحل هالشاطئ على طول أكثر من 3 كيلومتر، ويتميز هالمكان بجمال وسحر ورونق خاص. يستقطب حس الجربي يوميا في فصل الصيف آلاف الزوار. ونلقاو رحلات بحرية عبر سفينة سياحية لجزيرة أخرى وسط حس الجربي، فيها أنشطة ترفيهية متنوعة. يستمتع فيها السائح بالسباحة ويتعرف على عادات وتقاليد جرجيس. فما برشا عباد ما يعرفوهاش البلاصة هذي، يقول لك وين احنا؟ في مالديف، في الكاريب، وين البلاصة هذي؟ إي فوالا. بونجور، جو مابيل أموندين. عسلامة، أنا اسمي أموندين، نزور تونس منذ سنة 2017، نعرف عاداتها وتقاليدها وبلاد نحبها برشا، ومتزوجة بتونسي منذ سنة 2018. سي تخي جولي، سا روسومبل كوم يديزو مالديف وتو. البحر لهنا مزيان برشا ويشبه للمالديف، الأجواء ممتازة في هالرحلة البحرية، تفرهدنا وعجبتني برشا الماكلة بصراحة، كل شيء ممتاز. Je m'appelle Sylvie. Je suis venue avec ma nièce. Elle m'a fait découvrir. عسلامة، أنا اسمي سيلفي، جيت الجرجيس مع قريبتي لاكتشاف هالمكان الرائع. وننصح كل الفرنسيين بزيارة هالمكان واكتشاف البحر اللي شبه برشا للمالديف والتايتي. احنا في رحلة بحرية رائعة، التنشيط مزيان برشا، والفريق العامل في هالرحلة متعاون، وعيشنا الجو التونسي. اللي يحب يجي ويستمتع في شط في جرجيس هي وحس الجربي بصفه خاصه، يجي الحس الجربي، وحتى اللي ما يعرفش نوصلوه للشط هذا، الشط هذا قاعد جديد وقاعد سمح، وفي معناها بحر السمح ياسر قاعد تشوفي فيه وراي، شط سمح ياسر رائع، فيها كل شيء، معناها تصور وواحد تعمل امبيونس سمح ياسر. ضيفة وسمحة برشا، وبحرها هايل وفيها هكا ديغرادين تاع الوان وكل، وهي الحق حتى ليكيباج لامبيونس بالكدا فريمون هايلة، ما فماش هكا برشا ناس، مش سيغ بوبلي هكا، فهمت، وجو البط فريمون هايل، ما شفت عجبتنا ياسر، قلنا والماكل بيسين، قلنا هاي نعاودوا مره اخرى، اون ريفيان اون دوزيام فوا، اون فوا كومونسي لامبيونس، ليكيباج، اي سوبر فريمون، لا نوريتور، اي اكسيلونت، فريمون سي سوبر،
Moi je conseille à tout le monde de venir. حتى جرابه معنا انا اللي جربيه من جربه مانيش من جرجيس بصراحه ما شاء الله بلاصه هايله فريمون عجبتنا ياسر حتى كل عام بنجو كل عام بحاول الله ان شاء الله كان احيانا ربي بحاول الله نجو نحب نعرف على بلادنا نتعرف على برشا بلايص مزيانين وكل علاش الواحد يمشي يخرج في الخارج احنا عندنا كل شيء راهو غير ما نعرفوهاش. يعتبر حس الجربي كان سياحي وترفيهي مميز قادر انه يكون قطب سياحي ووجهة سياحية عالمية انت ما استغلالها بالشكل المطلوب.